الرحمن الرحيم. الحقيقة الهدف من الزيارة اليوم هو الاستعداد للموسم القادم. احنا كوزارة موارد مائية نتوقع ان الموسم القادم هو ايضا موسم غني بالمياه، ممكن يسود فيضانات، فدنا نتأكد من استعداداتنا الموجودة اليوم في المحافظة. التقينا ويا مسؤولي الدوائر الموجودين، وهذا الامر طبعا بخصوص الرأي الفني المتعلق بوزارة الموارد المائية. هناك موضوع طرح وهو مهرب صلاح الدين ومدى إمكانية الاستفادة منه في الفيضان، وأكو مهرب أيضا مقترح. اليوم احنا جينا نشيك مع دوائرنا الموجودة، حددنا المسؤوليات بشكل واضح، الرأي الفني للوزارة نريد نعطيه بشكل أيضا واضح، ولكن أيضا نريد نلتقي مع الحكومة المحلية ومع قيادة العمليات، لأن أكو هناك عائق أمني يعيق دوائر وزارة الموارد المائية من أن تقوم بواجباتها في مكانات محددة مهمة جدا نحتاجها في تسليك الفيضانات. الهدف من الزيارة راح نشوف قيادة العمليات أيضا، حتى قيادة العمليات تعطينا رأيها الأمني الواضح بهذا الاتجاه وتقوم بواجباتها بحفظ كوادرنا. احنا مستعدين ان نقوم بواجباتنا، كوادرنا جاهزة مستعدة، الاوامر والتوجيهات لها من الوزارة ايضا واضحة جدا، ولكن تحتاج الى قرار امني وتوفير الحماية لكوادرنا لكي يقوموا بعملهم.